ندخل بقى مع حضراتكم في سلسله اخبارنا. امبارح اتحاد الكوره ارسل للاتحاد الافريقي لكره القدم اسماء الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه للموسم الجديد 2022 2023، وضمت القائمه مشاركه ناديي الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا، بينما يلعب بيراميدز وفيوتشر في كاس الكونفدراليه. تم تحديد اسماء الانديه المشاركه في بطولتي افريقيا للانديه في الموسم المقبل بعد انتهاء مباريات الدور الاول للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. وطبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين بيحتل الزمالك حاليا صداره ترتيب الدوري الممتاز، ويليه بيراميدز في المركز الثاني، والنادي الاهلي متواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطه. اما فيوتشر في المركز الخامس بشكل مؤقت برصيد 42 نقطه. وبالمناسبه فيوتشر بيتاهل لاول مره في بطولات افريقيا في مشاركته الاولى بمسابقه الدوري المصري الممتاز، واكيد ده في حد ذاته انجاز كبير. انجاز الكره المصريه برضو طبعًا يعني طبعًا. لو في الاول في الاخر هنتكلم، دي طبعا حاجه اضافه جيده جدا، واحنا نحب نشوف في تطوير وفي انديه بتصعد وفي انديه بتحقق يعني رانكينجز اول مره توصل لها وغيره، ورحله النجاح لاي نادي والديلز الجديده او التعاقدات الجديده بتاعتها، يعني كل ده لصالح الكره المصريه في الاول وفي الاخر. تاني هذا الكلام في غايه الاهميه، احنا اتكلمنا ان عندنا مشكله اصلا في كره القدم المصريه، احنا محتاجين مدير فني يجي ان هو يطور هذه المنظومه بكل ما تحمله بقى من معنى، حتى الفكر يتطور، كل حاجه تتطور يعني، فنامل ذلك ان شاء الله. لكن انا مبسوطه على فكره بالخبر اللي انت قلته، حاجه ما تزعلناش ابدا. طبعا. باي ذا واي يعني. بالعكس.